في صلة دائمة بالله وصلة قوية جدا، وعليها أهم شيء، أهم شيء يا شيخ لا تقطع الصلاة قيام الليل. الله يعطيك العافية أم بندر، كلام رائع، الله يعطيك العافية. فعلا من أعظم العلاج للخيانة هو اللجوء الصادق إلى الله جل وعلا. أبو عمار من الجزائر عاد إلينا. أبو عمار تفضل، أنت على الهواء أبو عمار. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، أهلا وسهلا. جعلك الله نبراسا ونور للمؤمنين، بورك فيك وبورك لك في علمك يا شيخ. آمين آمين. أنا أريد أن أعرف كيفية الوصية، كيفية تنفيذ الوصية. إن شاء الله إن شاء الله، الله يعطيك العافية. طبعا كثرة الأسواق، أنا بقول لبناتي، لأن أكثر ما يرد الأسواق هم النساء والبنات، أرجوكم يا بنات، أرجوكم يا نساء، بقدر ما تستطيعون أن تقللوا الذهاب إلى الأسواق تراكم أنتم بخير. لماذا؟ لأن أبغض الأماكن إلى الله أسواقها، بقدر ما تستطيعون. إن استطعت يا بنتي، إن استطعت أيتها الزوجة الكريمة أن تذهبي للسوق يعني مثل نهاية الشهر، أو إذا احتجتي يعني تجعلين يوم معين ووقت معين حتى يعني ننتبه للمغريات الموجودة. النقطة الثانية، أيها الزوج المبارك، أرجوك رجاء يا أيها الزوج المبارك أنك تنتبه لقضية معينة. إذا نزلت امرأتك إلى السوق أرجوك اذهب لها، اجلس معها، خذها، لا تجعلها تذهب إلى البائع لوحدها وتتكلم مع البائع وربما أبغى ملابس معينة. انزل مع زوجتك إن كنت أبا أو أخا. جماعة ما في غيرة عندنا، هذه نقطة مهمة نركز عليها. كثير من النساء وقعنا مع علاقة مع بعض الباعة بسبب ماذا؟ بسبب إهمال الرجل جالس في السيارة أو مع لوميزين. انتبهوا. أم ليان تفضلي أنت على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا بأختي أم ليان. بختصر لك يا شيخ أسئلتي عشان الوقت إن شاء الله. لو سمحت، إذا الزوج خان زوجته إيش تسوي؟ يعني إن تروح لأهلها وتطلب الطلاق؟ يعني إذا خانها عدة مرات، هل الخيانة، هل الخيانة عشان الزوج. أعرف، هل الخيانة عبر الهاتف أو علاقة زنا؟ لا كلها. طيب أم ليان، هل الرجل فعلا خان خيانة وأنت متأكدة أو أنه شكوك وظنون؟ لا أنا متأكدة. طيب يا أم ليان، هل بينهم أولاد أو لا؟ لا ما بينهم أولاد. وكم مدة الزواج؟ يمكن سنتين. لا في أولاد بينهم، أنا في أطفال، في طفل واحد. بس القصد يا شيخ يعني أنه تطلب الطلاق أو تحاول، مو مشكلة، بس نحن أيضا بعد النصح طبعا وبعد كل هذا ما فات يعني. وإذا كان كثير السفر بنفس الوقت وبدون ما يكون مع زوجته بس يسافر لوحده وكذا. طيب أم ليان سؤال، أنت تتوقعين وأكيد أنت جلستي مع هذا الرجل أو هذه المرأة وتحدثتي معه، هل هل يعني بين لك ما هي الأسباب التي جعلته يفعل؟ هل ممكن يقول والله أنت مهملة، أنت مقصرة، ولا أنت جميلة؟ بس أنا يقول أنا ما في تقصير، بس طبعا أنه هو طبعه كذا، أو ويمكن أنه من الفتنة اللي تو تكلمتوا عنها يا شيخ، انه البنات هم الحين يفتنون الرجال خصوصا لما يكون الشاب وسيم. او طيب كيف مع الصلاة؟ مقصر. مقصر، شكرا، الجواب واضح، الله يعطيك العافية. الله ماذا يقول في القرآن يا جماعة؟ ان الصلاة تنهى ايش؟ عن الفحشاء والمنكر. لا يزني الزاني حين يزني وهو ايش؟ مؤمن. هذا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. أولى تلك الأسباب قل الإيمان. الأمر الثاني غير تقليل الإيمان، قد يكون السبب عند الرجل نفسه طبعه منذ الصغر، مشكلة بعض الآباء، مشكلة بعض النساء لما يأتيهم الخاطب ما يسألون عنه، هذه مشكلة كبيرة. أنا والله ثلاثة أمور لا أؤيد المرأة تبقى فيها عند الرجل. ما هي؟ الإنسان الذي يشرب الخمر باستمرار ولا يريد أن يتوب، الرجل الذي يزني ويقع بالحرام ويتكرر منه ولا يريد أن يتوب، الرجل الذي لا يصلي أبدا. فبالله عليكم، لو كان إنسان ما يصلي وإنسان يزني، أنا أقول لأختي هذه إن كان كما قلتي فوالله لا تجلسي معه دقيقة واحدة. إذا طبعا قمت بوسائل الإصلاح الشرعية من عظة وتذكير، وربما الهجر ما يصلح، بالعكس هذا لو هجرته
في بعض العلاجات ما تصلح، يمكن يقول الحمد لله الله يعطيك العافية وفرتي، أدخل أحد من أهلي واحد من أهله يكلمونه، ما نفع أزعل عند أهلي، ما نفع أطلب الطلاق. الطلاق يا إخواني حل. الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الله يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن والله يا جماعة أتعجب من أشخاص تجد أن الله رزقه بيتا ورزقه امرأة وأنجب طفلا وربما قد شاب رأسه ونعم الله تترى عليه، ولا زال يعاقر الله بالخيانة بالزنا. الله لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء سمع أصوات لغط، يا جبريل ما هذا الصوت، ما هذا الصوت؟ قال هذا تنور يحشر الله فيه الزواني. يا جماعة أرجوكم لا نتساهل بتلك النطفة التي نضعها في فرج حرام بأي ذنب قتلت. أختنا أم عمار الله يعينها من الجزائر تقول يتحرشون بي، أختنا أم ليان تقول يتكرر منه، أختنا الأخرى تقول الأسواق وما أدراك ما الأسواق ومشكلة الباعة، وأخونا الآن أنا أقرأ في تويتر الآن يقول يا شيخ المشكلة أيضا من البنات، بعض البنات والله يا جماعة وللأسف الشديد تتحدى من يأتي برأس هذا الشاب، من يستطيع؟ بعض الناس مستر كذا تريد أن تفتن، ولذلك يحرم على المرأة الكاسية العارية رائحة الجنة إن كان قصدها ماذا؟ فتنة الرجال، فتنة الشباب. ولذلك يا إخواني أرجوكم أرجوكم لابد أننا نقدر لهذه الحياة قدرها وأننا نعيش بسعادة فيها إذا الله نعم علينا والله ستر علينا. لكن أيضا أنا أوجه رسالة لي ولكل مخطئ من رجل أو امرأة، إذا الآن الله ستر عليك ومشت الأمور وما حد درى خلاص تب واندم وعفى الله عنك وكأنك لم تفعل. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قد احدودب ظهره ورق عظمه وسقط حاجب عينيه، يا محمد يا رسول الله ما تركت ذنب إلا وارتكبته، زنيت فعلت. الرسول سأله سؤال، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، تصلي على رسول الله، تصوم، تزكي، تصلي، تحج، أركان الدين؟ قال نعم. قال إذن يبدل الله سيئاتك كل حسنات، كل حسنات، انتهت القضية. الله يغفر، لكن يغفر من؟ التائب الحقيقي، وإلا نحن مقصرون، نحن مذنبون، نسأل الله أن يسامحنا. لكن يا جماعة نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، نبتعد عن الأفلام الإباحية. بعض الأزواج للأسف الشديد الآن وأقولها ولا أبالي ربما لا يستطيع أن يجامع امرأته إلا أن يرى فيلم خليع والعياذ بالله. بعض الناس جهاز جواله حاط رقم سري ومليء بالصور الإباحية. من معي اتصال؟ أيوة السلام عليكم. أم ياسر تفضل. أختي أم ياسر أنت على الهواء؟ لا أنا ما أبغى بس رقمك يا شيخ إن شاء الله. طيب أم ياسر موضوع العفة أنت إيش توصي للبنات؟ أنت امرأة عطينا وصية للبنات منك يا أختي ياسر. للفتيات؟ أي نعم العفة. الآن أنت ما ترى بعض البنات يتساهلون في الحجاب في الأسواق في الأعراس، لبس النساء في الأعراس، أنت عاجبك أم ياسر لبس البنات في الأعراس؟ لا والله ما يعجب أن كل عاري. كيف لبس البنات؟ كيف لبس البنات؟ اللي تلبس لما فوق الركبة، واللي تلبس مزلط، اللي تلبس فاتحة ظهرها، الله يستر عليهم إن شاء الله كلهم. شكرا أم ياسر الله يعطيك العافية. حامد من السودان. أحمد من السودان تفضل يا أحمد. أحمد من السودان حياك الله. السودان أحمد راح. باقي عندنا كم باقي؟ باقي دقيقة والله الوقت يمضي. لكن يا جماعة العلاج لابد الإنسان يعترف بمشكلته لما يجلس مع زوجته يقول أنا أخطأت أرجوك سامحيني، نتذكر عاقبة الخيانة، نتذكر أنه كما تدين تدان جزاء وفاقا، نتذكر يا جماعة أيضا أننا نبتعد عن كل ما يقربنا والعياذ بالله إلى الحرام، صور إباحية، أماكن في اختلاط، أفلام مسلسلات، نبتعد عن أصدقاء السوء، أشياء كثيرة. إخواني وأخواتي أرجوكم نريد أن نتواصل معكم عبر موقع الرسالة، اختاروا المواضيع التي تريدون عبر فيسبوك، ارسلوا لنا أجمل مقطع يوتيوب فلاش عن العفة واكتبوا عنوانكم تحت سوف يعرض
وسوف أفضل فلاش ستأتيه جائزة عبارة عن آيباد إلى مكانه. كل ذلك نريد أننا نشارك في خدمة الدين. الله الله بالحجاب، الله الله ببر الوالدين، الله الله باحترام الجار، الله الله بتربية الأبناء، الله الله بحق الزوج، الله الله يا زوج بحب امرأتك. نريد أن نعيش فعلا أحلى بيت حتى الله عز وجل يرضى على هذا البيت وينزل رب الرفق على هذا البيت. أسأل الله أن يسعدنا في بيوتنا وأن يجعل الله بيوتنا بيوت رحمة ويآم وحصون بر وحنان وسلام. تظركم الأسبوع القادم وإن شاء الله ألقاكم، ولا للخيانة ونعم للعفة. إلى اللقاء.